نظمه في الدار في البيت الداخلي. النظام الداخلي الآن يعني باش نسعوا في مناقشته يعني، والنظام الداخلي من جملتها يعني نظم العلاقة مع السادة العالميين ومع المؤسسات العالمية، وبطبيعة الحال هي الإجراءات التي سيقع اتباعها في المستقبل. بمجرد المصادقة النظام الداخلي ستدعى المؤسسات العالمية سواء العمومية أو الخاصة أو الأجنبية إلى تقديم يعني مطار يعني يبينوا فيها شكون اللي باش يمثلهم، ويقع تسليمهم بطاقة اعتماد. هذا معمول به في كل البرلمانات في العالم، مسألة تنظيمية لكن لا قدر، وهذه مسألة مناقشة النظام الداخلي يعني باش تدوم يعني بضع أيام قليلة. ومرحبا بكم يعني كل المؤسسات العالمية بدون استثناء. صحفي شمس فيم حكى معاها على مرسوم 54، ولكن رئيس مجلس نواب الشعب ارفض الافصاح عن موقفه وقال انه سيكشف عن موقفه من هذا المرسوم عند عرضه لتنقيحه او مراجعته. لا لا سامحني، لا لا هذه تعود للواحد كذا. قلت لك انا نعطيك في المبادئ العامه موقفي انا عندما يعرض القانون ودراسه، تعود نقول تعرف شنو موقفي لا اكثر ولا اقل. قوانين بدون استثناء بشكل شديد تفسر 54. ايوه نحب نعرف موقف السيد رئيس البرلمان رئيس المؤسسة التشريعية في تونس. تم قوانين أخرى أخطر على البلاد من القانون هذا. طيب سي فتح، اليوم موضوع الساعة هو منع الصحفيين زاد من دخول البرلمان والمرسوم 54، وفما معناها بيان مشترك البارح هبط لعشرات المنظمات والجمعيات طالبوا بإطلاق حملة لإيقاف ولا لإلغاء المرسوم عدد 54 على الأقل المرة هذه. سي فتحي في قرار المنع نعرفوا شنو هو المصدر، في الجلسة الافتتاحية ما نعرفوش شكون اللي خذي القرار، مجموعة من النواب ارتأوا ومن بعد كل حد يقول انا ما في باليش وانا ما نعرفش الى غير ذلك، على الاقل المره هذه نعرفوا شكون به. وقتها المره الاولى معناها معروف شكون هي معناها الجهات المسؤوله معناها العليا معناها هي اللي ارتأت معناها لاسباب متعدده. هما شنو معناها عملوا تقدير معناها فهمتني سلطه عملوا كسكون ابيل سلطه تقديريه، قدروا قال لك دو بريفيرونس افتتاح خلي يتعدى سلامات وكل شيء ندير شنو به. توا ولا ثم رئيس ما ثمش هيكله، توا الهيكله وقت رئيس مجلس ومساعديه يلزم هو يعطي راي وياخذ قرار، والكلمه الفصل لو ليه هو راه اذن هو توا اعتراف ضمن اللي هو راه واخذ القرار. وانا كما قلنا المره الاخرى سهم بصراحه والله العظيم لا شفتها ولا شيء وكل شيء، انا اعتبرت كونه النظام الداخلي هو اللي مش ينظم حتى على العلاقه، فما فصول بينه وبين الاعلام. مش معناها راهو نبرر ولا كذا، يقول لك انا البيت من الداخل ما نظمتوش ما زلت، هذاك راهو شان داخلي، راهو مش ينظم البيت، هو مشروع قانون معناه مش يخدم مصالح رغم هذا وكل حبة ذيلة وحضروا معناتي بالعكس معناها النظام قلت له انه فيه مشروعيه ويكتمل المشهد وكذا ونتجاوزوا هالحكايه هذه اعتصامات قدام المجلس وكل شيء فهمتني. ثم توا المرسوم عدد 54 راهو قد يعرض وقد لا يعرض، خاطر كي سالوا حتى رئيس الجمهوريه سالوه معناها درا المراسيم في الفتره هذيك اللي يحكم بها بالمراسيم المراسيم على البرلمان ولا لا؟ لك خاطر المراسيم يلزم تعرض، كان جاء البرلمان متواصل وجات فترة معناها استثنائية متواصل معناها ما تمش حل البرلمان خاطر الوقت قطيع، كي تحل البرلمان وقع انتخاب برلمان آخر، برلمان جديد يقول لك يدخل على جديد على صفحة بيضاء، ما يرجعش التالي بالتوالي، والله أعلم. دونك مش نحب نقول راهو هو خاطر السيد رئيس المجلس مع احتراماتنا ليلو سي إبراهيم بودربيلة قال رب معناها كي تعرض هو تشنج نوعا ما كي جبدته على فهمتني، قال علاش هذاك بالذات؟ بالطبيعه هم اعلاميين وكل شيء هم علاش باش يسالوك مثلا؟ اثنين راهو قد يعرضوا والايام بيننا وقد لا يعرض، معناه كل كك هو يمنعش ياخذ فيه قرار رئيس الجمهوريه واللي ياذن هو يعمل. هاو كان يجاوب سي ابراهيم بودربيله كان يجاوب على الاسئله هذه قبل في الحمله الانتخابيه وفي تصريحات سابقه اليوم وقتي ولا في البرلمان يرفض الخوض في هذا الموضوع المرسوم 54 اللي هو اليوم عدة منظمات وحقوقيين واش عنا ما نقولوش سياسيين ربما عندهم غاية سياسية نقول حقوقيين ورجال معناها قانون وحقوقيين يقول لك يجب على الأقل تعديل هذا المرسوم اليوم نرفضوا حتى الحديث فيه أصلا. لا لا سيامي نقول لك كاني نفهمك توا وعندك ألف حق
مرسوم في حد ذاته كي نحكيو عليه، يلزم يلقى مراجعته ويلزم ربما يلغى اصل معناه، خاطر نحن مو مع مبادئ وقيم معروفه وكل شيء، حريه فكر وحريه تعبير وحريه صحافه خاصه. فهمتني؟ حريه صحافه. هو تو بلا ناخذوه بصدق راه وراه بكل موضوعيه نقول هنا معناها فهمتني، هو رجل قانون وهو تو رئيس مجلس نواب تم انتخابه وعنده شرعيه، ما نرجعش لتالي يقول لك معناها وقتالي يتعرض عليا كمرسوم هذا للنظر، يبعثوا له مراسله رسميه راه الرجاء اعاده النظر في مضامين المرسوم هذا. شنو توا الحكومه كيفاش تلاحظ ولا السلطه التنفيذيه تلاحظ كونه ثم قلق منه برشا، توا ولات عرايض ولات ناس معناها تلم في ومن حقهم معناها مش تولي ثم تحركات ضد ما معناها مضامين هالمرسوم هذا، وقت اللي باش ترى الحكومه اللي منه قلق وكذا بالطبيعه مش من مصلحه الحكومه باش تخلي الامر يتواصل هكاك، فهمتني؟ هاو نحيلوه اخويا، ما هو مقتضى مرسوم هو تعمل المرسوم ينجم يتحال على انظار مجلس النواب لاعاده النظر في مضامين وربما يقع تعديل وكل شيء، هو اش قال لك؟ قال لك انا تو يمشي يقول لهم يا سيدي اعطيوني يا اخويا تراك الواحد 54 خلينا ننظر فيه مش من حق. وقت اللي يتعرض عليه يعرضوا على انظار المجلس وان شاء الله نحن ولكن نقوله. حسب قراءات صفاته من اساتذه القانون الدستوري يقول لك بانه المراسيم من المفروض انها تعرض على البرلمان مش معناها اول حاجه ما قلنا معناها البرلمان كذا اللي متواصل تو كان البرلمان جات متواصل تجي حاله استثنائيه هو تو نرجعوا للتاريخ تحب نرجع اذا كان عندنا وقت راه اي بايجاز ما راهو كي حكاه هو رئيس الجمهوريه قيس سعيد كي حكاه مع السيد راشد الغنوشي الاستاذ راشد الغنوشي وقال له رانا مش نعملوا حاله استثنائيه خاطر الوضع ما عادش لا يحتمل سياسيا واقتصاديا واجتماعيا ونعملوا كل وقف التامل وكذا، قال له اخدم خدمتك، ما قالوش لا، ما كانش معناها ينتظر بتاتا اللي راهو باش يقع حل المجلس تجميد المجلس وحل المجلس خذا منه خاطر شو يقول لك في القانون يقول لك يستشير حتى في الدستور نتاع 2014 يلزم يستشير رئاسة هي رئاسة ثانية رئيس البرلمان ورئيس هو الحكومة. استشار رئيس الحكومة كلمه فهمت هو عنده عليه معناها سلطة أدبية باعتبار اللي هو جابه معناها سي المشيشي وسأل رئيس البرلمان وقتها الأستاذ راشد الغنوشي قال له راهو مش ناخذ إجراءات استثنائية حسب الفصل كذا هذاك 80 وكل شيء قال له إذا كان ترى سيد الرئيس كون الوضع يقتضي وكذا احنا رانا نساندوك معناها خذا واضح ولهذا وش يقول لك الاخر حلين البرلمان معناه ما اخويا انا صفحه جديده تو ابراهيم بودربيله انا منتخب وصفحه جديده كي يتعرض عليا خاطر هما تو المراسيم السابقه هون كلها لك بصدق قالوا الناس الكل حتى الواحد فما اللي ضد المسار وضد قيس سعيد قالوا يلزم يتعرضوا من الجديد خاطر فيهم حاجات فيهم اشحاف وفي معنى قال هو قال تو ابراهيم بودربيله ثم حتى قوانين اخطر بكثير من مرسوم نتاع 54 وش يقول لك قد تعرض وقد لا تعرض المراسيم هو قال كان تعرض عليا هاي حاجه الباهي قال كان تعرض علينا مرحبا خويا وننظروا فيه باهي نواصلوا نجم مواصلين سيهم في زابينغ ونمشيو للخبر اخر اللي هو الدولوه برشا وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي اللي افارقة جنوب الصحراء عمدوا اليوم للاعتداء بالحجاره بالات حاده على مجموعه من الماره وتهشيم بعض السيارات بالبحيره واحد التفاصيل حكاية عليها حاتم بن عماره في جوهر فيم تحاولت العمليه مش غب وكري وفر هي هجومات ممنهجه من طرف مجموعه من الافارقه على السيارات الخاصه اللي مارين في النهج الرئيسي للبحيره واحد واعتداءات بحجاره كبيره الحجم مع الات حاده وحديديه معناها دي بار دو فير يضربوا فيهم مما جعل انه تتدخل الحمايه المدنيه في اكثر من مناسبه وحمله المصابين واللي عددهم بين خمسه وسته او اللي شهدتهم انا على كشاهد عيان ننقل لك الصوره الان الحركه تكاد تكون واقفه في البحيره باعتبار انه وصول في اللحظه هذه هو حتى معايا مديرة مكتب تونس ويان بالحاج يوسف تقول لي على اليمين وصول السيارات والتعزيزات نتاع الشرطة لمساعدة المواطنين أنه باش يغادروا البحيرة لأنه المجموعة هذه مسلحة بقلت حجارة كبيرة الحجم اللي باردو سير هذوما وتهجم على النساء والرجال والإصابات كانت عديدة في السيارات وخاصة بالنسبة للمواطنين والمواطنات ساعات التام لحركة المرور الآن وصلت التعزيزات الأمنية منذ نصف ساعة ما كانتش موجودة الآن موجودة التعزيزات الأمنية قاعدين يقوموا بمجهودات باش يأمنوا خروج الناس
اللي تخطرت في هذه الآلة. لكن أنا بحذاهم بحذا التعزيزات الأمنية من الشرطة تعملوا حتى اللي ترفع السيارات باش يبعدوها، وهذه السيارة اللي تعرضت إلى ضرب، وناخذوا في صور هنا قاعدين ونرسلوها لك ثناء نتاع الحالة اللي موجودة، حالة من الرعب عند المواطنين والمواطنات، حالة أيضا منش متعودين بها، أنه مجموعات تعمل هجومات منظمة بآلات حادة جدا كما قلت لك، ديبار دو فارك الكبار وكل حجارة الكبيرة، واعتداءات على الأملاك وعلى الأشخاص. خلى النهج الرئيسي هذاك للعاصمة لللاك اللي تقريبا هو شرايين البحيرة واحد ويربط مع البحيرة اثنين، هو الآن يعرف تقريبا شلالتين. هذا كان تصريح للأعلامي حاتم بن عمارة في إذاعة جوهرة فام، هو كان على عين المكان وصف وقال بأنه تقريبا الأعداد متاعهم في حدود 50 شخص هجموا الكل في نفس الوقت. هذا كان أثناء فض الاعتصام اللي نفذوه أمام المفوضية في تونس. هالملف هذايا هل يمكن إطلاق عليه القنبلة، وكأنه قنبلة موقوتة في ظل يعني تراشق التصريحات، وشفنا موقف إيطاليا بخصوص المهاجرين الأفارقة، شنو باش يكون موقف تونس في هذا الخصوص صفته؟ المسألة لا تخلو من الخطورة طبعا، معناها ونرجع واحنا نرجع في المبادئ العامة، نحن نحترموهم وأفارقة وإخواننا وتابعين نفس القارة وكل شيء، لكن ما تم الحسم فيه الموضوع كونه الناس اللي معناها باش يجيو معناها هوياتهم معروفة وأوراقهم معناها وثائقهم معناها موجودة وأمورهم قانونية وكل شيء، مرحبا بيهم معناها على ساعتي والرحمة. بينما الناس اللي باش تجي باش تحرك ولا كذا ولا باش تفرض بين الظفرين معناها مع احتراماتنا لحقوق الانسان والحريات، راه ما يجيش يقولوا باش يولي زاد قانون الغاب طريقه ذي 50 مسلحين حتى سي بريميديتي، فما سابقيه اضمار اللي يعرفوا القانون ويعرفوا معناها، فما سابقيه اضمار اش معناها؟ معناها كي يجيك مسلح بار نتاع حديد معناها قضيب حديد، ولا يجي معناها بحجاره، ولا يجيب واحد، ونقول لك في البحيره هذه واحد قريب من السفاره الامريكيه وقريب من مقر المفوضيه معناها اللي عملوا قدام اعتصام. شكون اللي يتحمل المسؤوليه سي فتحي في الوضع؟ هما معتصمين عندهم مده غادي، شكون اللي يتحمل المسؤوليه؟ شكون اللي ما تحركش؟ المفوضيه ما قامتش معناها ما خدمتش الخدمه نتاعها، الدوله التونسيه ما وصلتش في تطبيق القانون، ما قالت باش نطبق القانون، وما حباب الناس المقيمة بشكل قانوني، شنو اللي صار في الناس اللي ما همش قانونيين اللي تواجدهم ما همش قانون؟ يعني شكون يتحمل المسؤولية في هذا الكل؟ احنا نمشيو بالقانون، ما دولة قانون مؤسسات، احنا كعملنا هالجواج مدير كل من اللول ومن 2011 وكل شيء، باش شنو نرنو إلى إرساء دولة القانون والمؤسسات؟ تو لازم تفتح تحقيق وتتبين الاسباب الحقيقيه، خاطر تو زادك تخلي مع احتراماتنا معناها للناس الكل مع الاطراف الكل متداخله، وهي عديده جدا اللي تتدخل في الموضوع، فهمتني؟ اذا كان هو تو في رمضان وفيهم اللي ما بتعرف معناها الديانه نتاعهم معناها مسلمين، وتلقاه صايم وما عندوش وربما مع عائلته وما عندوش معناها اقل ما يمكن من الماديات باش يستجيب ويلبي المتطلبات معناها طبيعي جدا معناها، واخر ظهر لبي موفاه، مش معناها نعطيه في عذر، ما يبررش ما نعطيهمش عذر. ما واش قلت لك، انا ديما نقول لكم حاجه، راهو بارفوا الفوس ميتر على بلاس دي جون، وهني قلت لك قانون الغاب نرفضوها، هذه سي لا لوا دو لا جونغل، قانون الغاب مع بالحديد وبالحجاره وكل شيء، ويتحم على الناس امنين، حاله من الرعب يعني انت متعدي في ترهبتك، اصابات سي امراه، تم تسجيل اصابات، ثم اصابات هي، ما نرجعوا للاسباب، شو نحن نقولوا كيكا تو نعملوا كونستا كيكا، تو يلزم فتح تحقيق وتحديد المسؤوليات، ونقول لك حاجه اخرى من غير ما نذكر كل شيء، العديد من الاطراف تتحمل المسؤوليه في هذه الحادثه. واضح على كل، إن شاء الله يتم الاشتغال بشكل مناسب في ملف المهاجرين الأفارقة. نوصلوا نجلة في أحداث العنف زادا كيف اللي صارت البارح. صحيح سهام، مواصلين في الزابينج ومواصلين في الأخبار اللي ما تفرحش وأخبار العنف كيف ما قلت. الأخبار الثاني اللي هو أحداث عنف صارت أمس بقاعة الجورجاني في العاصمة في مباراة النادي الأفريقي والنجم الرادسي اللي أحكي عليها اليوم مدير مكتب الإعلام والاتصال بوزارة الداخلية فكر البوزغاية، وقال إنه تم فتح بحث في الحادثة. وأضاف بوزغاية في تصريح اليوم للديوان
فام انه تم ايقاف امنيين اثنين عن العمل في انتظار استكمال الابحاث والتحقيقات، واشار انه ستتم محاسبه كل المتورطين. ليس علينا بحث امني وعندنا معناتها امنيين معناتها اللي تعاملوا مع الوضعيه هذيك معناتها باش نشوفوا نحن اذا كان صار خطا معناتها في الخطه نتاع التدخل بالطبيعه زاد باش تصير عليها معناتها عقوبات والا باش تصير بالطبيعه باش نشوفوا الناس كل شكون الغالب اللي كان فما خطا معناتها صار في التدخل الامني. نحن كيفاش بدات هي العمليه مقابله فما معناتها تمت ملاحظه معناتها انه فما هيجان معناتها في الجماهير المراقب المقابله معناتها حس اللي المقابله معناتها ماهيش باش تصير في ظروف طيبه بالتشاور مع القياده الامنيه الميدانيه الموجوده على عين المكان هذيك تم اتخاذ قرار معناتها باخراج الجمهور اثناء التدخل تاع الامن معناتها صارت معناتها هذيك. مش اول مره يصير معناها عنف في الملاعب، مره اخرى نرجع سي فتحي اليوم للعنف في الملاعب والتدخل الامني، الحقيقه مشاهد معناها ما نحبوهاش تتكرر في تونس وما نحبوهاش تصير في تونس، ولكن للاسف الشديد من حدث كروي المفروض يكون معناها في قاعة مغطاة في قاعة يعني مغطاة سي صبغة احتفالية احتفالية وروح رياضية وكل شيء، من بعد نشوف وك المشاهد هذيك اللي ما تليقش لا بالرياضة التونسية ولا بتونس ولا بحتى شيء. شكرا سهام. انا من حسن الحظ معناها للبرنامج الحقيقه كنت مراسل رياضي في جريده الصباح، معناها مراسل رياضي ومراسل جهات كان هكا يصير في الرياضه منها. قبل سي فتحي يصير ولكن اقل بكثير، النسبه اقل بكثير، مو شنو ساعات ردود فعل تقع ساعات عنف معناها يقع حتى بين اللاعبين، لاعب يعتدي على لاعب يرد الفعل الاخر وكل شيء تولي تتلم وتولي لكن ما مش ظاهره تو ولات ظاهره ظاهره غريبه ومشينه ومتكرره معناها بنسب. انا عندي ثلاثه ملاحظات الحقيقه، ثلاثه ملاحظات في المساله هذه. اول حاجه كانوا قبل اللي يعملوها في المقابلات هو كذا لي مقابله فيها رهان، مقابله هامه وفيها رهان ونقولوا فيها معناها رهان فهمتني. يلزم الاعداد لها من جميع الجوانب، يقعوا معناها حتى جلسه تقع مثلا في تلم الصورات الكل ساعات يشرف عليها حتى الوالي نتاع الجهه وتحضر فيها معناها الامن والحمايه المدنيه ولا الاطراف المعنيه، وخاصه نرجع للموضوع جمعيه الاحباء اللي هي تاثر الواحد. دونك هو الاعداد الجيد، الاعداد والتنظيم الجيد من جميع الجوانب ما تخليش خاصه قلت اذا كان مباراه ولا مقابله فيها رهان فهمتني؟ يقول لك فيو لامبورتونس دو لونجو، يقول لك كذا اللي عندها اونجو يلزم تحضر لها كما ينبغي وتتوقع لربما يقع ديبوردمون ويقع عنف. اثنين يلزم نرجعوا لك للمجتمع المدني اللي هو رافع العمد الدوله، معناها دوله وحدها ما تنجمش، لكن الجمعيات نتاع تاثير الجماهير حتى وما ما تعاونكش 100% تعاونك بنسبه معينه على تاثير الجماهير على تكلمهم بالبوق بكذا بك الميغافون. كان جات فما جمعيات معناها الاحباء موجوده ربما ما تتطورش ربما تخفف من وطن معناها خاطر هما مش يخرجوا ما تتطورش الامور. حاجه ولا هي الاهم بصراحه يلزم نخدموا من الاول توا من الاول من القواعد نخدمه، خاطر ديما البني يبدا بالساس معناها الرياضه اخلاق او لا تكون. كانت قبل الجمعيات تلقى لافتات معلقه في كذا المقابله وتدعو الى الاخاء والى التحابب، خاطر الجمعيات الرياضيه في المو هي مدارس نتاع تاثير معناها شباب وكل شيء، لكن مدارس زاده نتاع معناها تدعم المبادئ والقيم الاخلاقيه الراقيه. سيما نقول ربي البارح استرنا من كارثه، خاطر كي شفنا الفيديوهات والتصاور معناتها العباد طايحه على بعضها، الحديد معناتها تكسر كريمون، العباد كما قلت مكدسه والكل، فما شكون يضرب بالمتراك من الامنيين، معناتها الحقيقه ربي استرنا من كارثه، خاطر كانت نجم تطيح ارواح راهو بالحق معناتها، خاطر لا قدر الله شيء مؤسف جدا شيء يوجع مؤسف جدا الحقيقه. انت تقول الامور في مقابله رياضيه ويقول لك الرياضه كما قلنا اخلاق او لا تكون صحيح. وفي ماتش نتاع باسكيت راه مانيش نحكي هو العنف معناتها في الملاعب مرفوض في كل شيء في الرياضات كلها قاعه مغطاه في باسكيت، ومرات راه فما بنات يمشيوا يتفرجوا مش حتى كان اولاد يعني ظروف خاصه اكثر من انها تكون مثلا في ملعب كره قدم صحيح. ونعرفوا اللي مثال اللي فما برشا شباب يمشيوا معناتها باش يتفرجوا في الماتشوات، توا مثال العائلات اللي باش يشوفوا المشاهد هذيك مازالوا يشجعوا معناتها صغارهم ولا باش يمشيوا للملاعب قاعدة
ما تخدمش الرياضه التونسيه المشاهد هذيك. الاستاذه نجله قاعده تتكرر معناها مثل هذه المشاهد المشينه والغريبة على الحقيقة غريبة على المجتمع التونسي. المجتمع التونسي خاصة نحن تو في شهر الصيام وشهر رمضان المعظم وشهر القيم والمبادئ والأخلاق شيء مؤسف جدا. شيء مؤسف نجلة مواصلين سيام في زابينغ. والتصريح هذا جينا من الأمين العام لحركة تونس إلى الأمين عبيد البريكي اللي حكى على صندوق النقد الدولي والاتفاق تونس معاه، وقال صندوق النقد الدولي أو القوى وراء صندوق النقد الدولي سترضخ ولن يرفع الدعم في تونس. فرنسا اش قاعدة تحكي؟ إيطاليا اللي خايفة من الهجرة اش قاعدة تحكي؟ موقف من الجزائر اش فما؟ تو هذا الكل الرئيس غايب عليه معناتها باش 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 ما يستغلوش في الحديث. الملاحظه المواليه تو يقولوا والله اهو باش يصير بعض خبراء اذا كان ما خديناش فلوس من الفامي باش يصير واحد اثنين ثلاثه اربعه. يا سيدي طيب تو مش غايب زعما هذا على رئيس دوله اللي اذا كان ما ناخذوش فلوس باش يصير هذاك. باهي شنو الحل؟ يقول لك الفامي حتى هو الخبراء يقول لك اكبر كارثه كان ناخذوا من الفامي. تو اكبر كارثه كان ناخذوا منها واحد. اثنين الجانب الثاني الى جانب اكبر كارثة كان ناخذوا منها يقول لك معناتها ما عندنا حتى خيار اللي ناخذوا منها هي كله كفار. باهي سيدي اعطيونا انتم بديل واحد اخر. ما فماش عمليا ما فماش دونك. ولكن فما تخوفات ايضا من نادي باريس نجم تخرج عبر الاتفاق. انا نقول لك انا نادي باريس وباش الفامي باش ترضخ في النهايه هي معناها بين قوسين مش هي اللي وراها. إذا تصريح السيد عبيد البريكي صندوق النقد الدولي سيرضخ، وتقريبا في نفس السياق اللي حكينا فيه البارح سي فتحي، يعني فما قراءة مشتركة للموضوع وللاتفاق مع صندوق النقد الدولي، ويبدو أنه الأحداث اللي صايرة في صالح الملف التونسي بالنسبة لصندوق النقد الدولي. فعلا فعلا فما حتى هاني قلت لك معناها فما شونتاج من جهه وتونس تعمل في مناورات. هو تو نحب نجاوب على سؤال هو حسب اعتقادي خاطر حكينا بما فيه الكفايه في الفامي والملف، وان شاء الله معناها ان شاء الله قريبا تو باش يقع طرح وقلنا الاسباب شنيه معناها. اما قال السيد الرئيس زعما في بلوشي بالحكايه هذه وكل شيء. انا شو نقول له سعد البريكي وهو من مساندي المسار ومساندي الرئيس قيس سعيد، هو بيدو خطابه ونقولها بصدق مع احترامي ليه راه اعرفه جيدا. في وقت من الاوقات جاء شرف على مؤتمر نقابه اساسيه في مصنع الطبق بالقيروان، فهمتني؟ اعرفه جيدا واحترمه كل الاحترام والتقدير، وكنه له كل الاحترام والتقدير، الا انه زاد خطابه لا يخلو من الشعبوي. توا الرئيس في باله بكل شيء راه، لكن الرئيس الهجس نتاعه شنو؟ شعبويته، فهمتني؟ وخايف من ربما الاجراءات هذيك الموجعه وكل شيء، ومن حقه راهو من حقه سبحان الله. تمثلوا شعبيته. تمثلوا شعبيته وتنجم تخلق بلبله في تاثر على المناخ الاجتماعي. السلم الاجتماعي قال لك انا مش بالسهل، لازم يحافظ الحب الرئيس يحافظ على السلم الاجتماعي ويحب يحافظ على درجه شعبيته ربما يزيد فيها بنوعيه الخطاب. علاش؟ لخاطر تنتظر مواعيد انتخابيه. بالنسبه للصندوق احنا قلناها من قبل وصحيح ثم برشا ضغوطات وثم برشا اسباب وثم حتى حكايه توا البديل هذا، علاش هما بيدهم يتسائلوا فماشي بلان بي ولا بلان سي؟ خايفين معناها من الصين ومن روسيا ومن البريكس ومن كذا، مش هواجس عندهم هواجس. يقول لك اخويا وحاجه ابري تو شنو هو دورك انت اللي فهمت؟ انت دورك باش تدعم وباش تسند معناها الدول اللي تقدم مساعدات للدول اللي تمر بصعوبات. ونقول لك حاجه اخرى وتولوموا عليهم، نحن تو برشا ناس قاعده تتهجم عليهم وتو تشوف من مخرجات الاجتماع اللي باش يعملوه هذا اللي في فهمتني اللي في مش يحضروا فيه الصندوق برشا مش ينتقدوهم. علاش؟ على خاطر سياسه المكيالين وسياسه المعيارين معناه الكيل توا الاخرى في بلاد في حرب وقلت في القانون النظام الداخلي نتاعهم ما يعطيوش في حرب. ثم اجهزه اخرى تعطي المساعدة، عطاوها 15 مليار دولار واحنا 1.9 مليار دولار معناها صاير عليها هذيك يؤاخذ عليها الصندوق. واضح ناجح. اخر تصريح سيام في زابينغ اليوم يجينا من عند امين عام حزب التيار الشعبي زهير حمدي اللي احكى في الشمسة فيما على الحوار والاتحاد العام التونسي للشغل، وقال الحوار الحقيقي يكون حول القضايا الاقتصاديه والاجتماعيه اللي شارك فيها كل من يقبل بالمسار الحالي. واعتقد ان الحوار الحقيقي اليوم هو الحوار حول القضايا الاقتصاديه والاجتماعيه بين مختلف هذه القوى وهذه الاطراف. هذه هي اذا كان ثم نقاش اليوم لازم يدور. انا هو منوال تنميه نحبوه، كل من يقبل بهذا المسار
وكل من عنده رغبة وعنده إرادة لي يعني وصول تونس إلى تحقيق الأهداف اللي صار من أجل الشعب التونسي. الحوار ومسألة الحوار طبعا هذا يجي في إطار التصريحات اللي قاعدين تابعوا فيها توا من اتحاد الشغل والمنظمات اللي هي معناها في المبادرة متاع الإنقاذ. تعليقك على هذا التصريح سي فتحي، وهل ما زال ممكنا اليوم أنه نحكيه على حوار يقودوا مثلا أو يقترحوا اتحاد الشغل؟ الأمور بزمام يعني رئيس الجمهورية قيس سعيد وفي موقف قوة وموقع قوة، يعني الآن ما هوش مضطر إلى الحوار، ويقول لك بأنه الحوار يصير في البرلمان والمساندين يقول لك لا حوار مع من هم ضد المسار. هي الأطراف الكل معناها متحسة ومن بين ما شنو كذا اللي عندك اشكال، انت اشكال اشكال تو عندنا نحن مشكل سياسي وعندنا مشكل اقتصادي ولات عنده تداعيات اجتماعيه ولا المشكل معناها كأنه وكم عام. الاطراف كلها متحسسه، حتى من السيد رئيس الجمهوريه راه متحسس معناها من الوضع. بقينا عنده مبدا، هو معناها عنده مبدا وقت اللي عمل الحركه هذيك 25 جويلة وكل شيء، قال المنظومه هذيك فاسده ومشتاقة يلغيها معناها بجرد قلم ويبني من الجديد، معناها كانوا طيح البنية ومش يبني من الجديد. أو نعطيه الاتحاد الأوروبي قال لازم مشيو الحوار، هذا كان ديالوج انكلوزيف. الولايات المتحدة الأمريكية أكثر وأكثرين لأن عندها مبادئ وقيم ما تساومش فيها، هي معناها حرية الفكر والتعبير والصحافة والحريات وحقوق الإنسان، هذوك معناها يلزم يتوجدوا معناها خاطر تم نوعا ما معناها المراسيم اللي وقعت وكل شيء، معناها حادت المنظومه معناها جديده نوعا ما فهمت، وطالبوا زاد بحوار. وتوا داخليا زاد ثم اطراف قاعده تعد الحوار، مش طرف بركه، لكن الاهم ابرز طرف هو الاتحاد العام التونسي للشغل. احنا شو نقولوا معناها من بين الحاجات الحلول المطروحه والحلول، حتى الرئيس تبون ما لمح معناها اللي قال دخل حتى حوار اللي لم شمل الفرقاء معناها الفرقاء فهمتني الحوار من بين الحلول اللي تنجم تخرج تونس يمشي فيها الرئيس ولا يمشي مطلوب، يعني مطلوب الحوار مطلوب اليوم، حل من الحلول واضح يعني سفت. من الحلول. شكرا جزيلا ليك سي فتحي صقيره. نجله خليفه هاني يعطيك صحه على هذه التصريحات في زابينغ. مازلنا مواصلين معكم ريكاب ميدي حتى لساعتين.